مرحبا بكم مجددا مشاهدينا في قهوة وجرنان. عمار سعداني أمينا عاما للأفلان بالإجماع لمدة 5 سنوات كاملة. المؤتمر العاشر للأفلان مر بردا وسلاما، هكذا أجمع الحضور والمراقبون بحضور 6300 مندوب، بل زيادة على ذلك خرج الأفلان بأغلبية حكومية فيها 6 وزراء من حكومة سلال انتخبوا أعضاء في اللجنة المركزية رفقة 489، هو العدد الإجمالي. المؤتمر الذي حمل شعار التشبيب والتجديد أبعد وجوها قديمة من اللجنة المركزية. عبد الرحمن بالعياد خارج اللجنة المركزية، عبد الكريم عبادة، صالح جوجيل، محمد بوخلفة، عبد العزيز زياري، الطاهر خالدي، محمد بورزام، عبد العزيز بالخادم، محمد صغير قارة، ورشيد حروبية. هذه الأسماء التي لم تفارق اللجنة المركزية منذ زمن بعيد. وأمام هذه المعطيات معارضو سعداني تواروا عن الأنظار ولم يظهر لهم خطابا، هكذا يجمع المراقبون، وهم الذين أكدوا في وقت سابق أن أيام سعداني أياما معدودات على رأس الأفلان. أمام هذه المعطيات يتجه الأفلان إلى ترتيب بيته بطريقة محكمة. الأسئلة: هل انتهت مرحلة الفوضى التي عاشتها أحزاب السلطة في فترات سابقة؟ وهل نتجه لوجود قوى سياسية كبرى في البلد بعيدا عن فوضى الأحزاب وفوضى التصريحات وحتى فوضى الممارسات السياسية؟ رغم كل الانتقادات اللاذعة التي وجهت لسعداني، ألم ينجح هذا الأخير في وضع حد لكل معارضيه بمؤتمر توج فيه ب6 وزراء من الحكومة؟ ألم يمارس سعداني سياسة الواقع في حين مارس معارضوه سياسة الصالونات؟ عنوان حلقتنا اليوم: سعداني أمينا عاما للأفلان ومعارضوه في خبر كام. وضيف في اليوم السيد الهادي خالدي، الوزير السابق والقيادي في الأفلان ومن معارضي سعداني. سيد خالدي صباح الخير، مرحبا بك معنا. هذه المقدمة هي مقدمة معاكسة، وانت اليوم راك حاضر معناها حتى ترد على من يقول أنه معارضو سعداني اختفوا. سيد خالدي، لو نعود فقط لأيام أو أسبوع قبل المؤتمر، كان فيه صوت عالي للمعارضة، البعض يقول أنه سعداني قالوا أيام فقط على رأس الأفلان، البعض يقول أنه مستحيل أنه يكون فيه المؤتمر العاشر. لو نتعاملوا مع الأمر الواقع سيد خالدي، المؤتمر العاشر الأفلان زكى عمار سعداني أمين عام للأفلان لمدة 5 سنوات كاملة، وزراء الآن رم في اللجنة المركزية، الآن قولكم أنتم كمعارضي لسعداني سيد خالدي؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية شاكر لكم على هذه الدعوة والاستضافة. نعم شكرا لإعطاء هذا المنبر. نعم نعطي دائما الرأي. نعم أنا شاكر لكم، واسمحوا لي أن أتوجه بتحية إجلال وإكبار لكل الشرفاء من أبناء جبهة التحرير الوطني، أبائنا المجاهدين من أمثال سي محمد صاحي حياوي وعلم بالحمودة ومستشار شالي، والقائمة طويلة، وكذلك من الجيل الثاني والثالث، القائمة طويلة، وأقول أن الأسماء موجودة بالأمضاءات وبالبصمات. قررنا أن نقاطع هذا المؤتمر، هذا السيرك، هذا المهرجان المفبرك، لا لأنه لشخص عمار سعداني أبدا، نحن لا نعارض عمار سعداني، وإنما نحن رفضنا الطريقة التي تم التحضير بها المؤتمر. سلبنا حق أساسي كأعضاء مركزية، الحق هذا مضمون لنا بحكم القانون الأساسي وبحكم النظام الداخلي للحزب. سلبنا حق الإشراف على تحضير المؤتمر، الإشراف على انتخاب المندوبين، وأقول أن عملية الإشراف على تحضير المؤتمر لم يشارك فيها أعضاء اللجنة المركزية. طيب معليش. وكذلك أن الإشراف على انتخاب المندوبين لم تتم بإشراك اللجنة المركزية. سيد خالدي، ولهذا نحن رفضنا منذ البداية، وكنا نتمنى، اسمح لي نكمل لك، كنا نتمنى أن سي عمار سعداني يلتزم بخطابه الذي ألقاه بمناسبة يعني تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر. يعني آخر في الخطاب، في الخطاب قال: سوف نقوم بعمل تشاركي، أن هناك مشاركة كل أعضاء المركزية، أننا سنكلف أعضاء المركزية لتحضير اللوائح والوثائق الخاصة بالمؤتمر. 2، أننا سنكلف أعضاء المركزية بالإشراف على انتخاب المندوبين. طيب سيد خالدي، خلينا نقول أنه الصحف، الصحافة، الإعلام، ولهذا نحن حتى نصحح، احنا مش معارضين لمعمر سعداني، وإنما عارضنا ورفضنا الطريقة وسلب
حقوق المركزيين. معليش الان سيد خالدي نتعاملوا مع الواقع، نتعاملوا مع المعطيات الموجوده في الان مؤتمر العاشر الافنان، زكى عمر سعداني امين عام الافنان 400 المؤتمر الثامن ايضا زكى علي بن فليس. معليش لا المؤتمر الثامن زكى بن فليس. طيب ولكن ذهب في خبر كان ما يبنى على باطل فهو باطل. طيب معليش ولهذا ذهبنا الى مؤتمر ثامن، ذهبنا الى مؤتمر ثامن جامع. المؤتمر الثامن كان في وقته، الان تكلموا عن المؤتمر العاشر لانه وقت المؤتمر العاشر سيد الان المؤتمر العاشر حضروا 6300 مندوب. انا نتكلم لك معطيات سيد خالد، لا اسمح لي فقط نتكلم معطيات. 6300 مندوب 6300 مندوب فيها 489 عضو لجنه مركزيه، وتم تسكيه ما شاء الله تم تسكيه مليار و400 الف مليار و400 الف نسمه في الصين. اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني هي 500، وجبهه التحرير الوطني اللي 40 مليون نسمة تنتقل من 250 ل 350 في عهد بالخادم لتصبح في عهد عمر سعداني 505. ما شاء الله سيد خالدي، انا سؤالي التالي ما خليتنيش نطرح السؤال سيد خالدي، انا سؤالي الواضح انه الان لما احنا نتعاملوا بما هو موجود بالمعطيات السياسيه، المعارضه كانت تقول انه عمر سعداني لن يكون في المؤتمر، سيذهب عمر سعداني ما كشرعيه. لكن الان هناك واقع سيد خالدي، انت لا تقوليش ننكر هذا الواقع. انا معك في الطرح. سعدية خلاها كلمه الله يرحمه، قال لك النضال دوام. نحن لجأنا إلى العدالة الجزائرية وقدمنا يعني عريضة تضمنت هذه العريضة التجاوزات والمواد التي استندنا إليها في سلب يعني حقوق المركزيين. نحترم العدالة الجزائرية فيما أقرته، أقرت أنها رفضت الدعوة من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، بمعنى أن الناحية القانونية العدالة ترى أن الشكل هذا العدالة لا يهمها الموضوع، لكن الموضوع الشكل الموضوع هو عمل سياسي دؤوب ومستمر. ولهذا سمعتكم في توطئتكم أنكم وصفتمونا بالصالونات، نحن لست على صالونات، احنا كنا دائما لا 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 المعارضة اسمح لا اسمح المعارضة لا لا تنصح لنا نصح لا غير نقطة مهمة سيد نعم المعارضة عملت اسمع لي عملت المعارضة عملت داخل اللجنة المركزية لما قلناش اسمح لي أقول لك نقطة مهمة سيد خالد، قلت لي على كلمة صالونات نشرح لك كلمة صالونات. احنا الآن نتعاملوا مع وضع سياسي ومعطيات الآن حالية آنية. كان في حديث كثير، لما نقولوا حديث صالونات معناتها اللي ما تجسدش على الواقع، لأنه كان في حديث مختلف كان يقولوا عمار سعداني لن يكون على رأس الأفلان، ما كاش شرعية، المؤتمر العاشر مش راح يكون. كان فيه كثير من المعارضات، لكن الآن الواقع بما نتعامل سيد خالدي الآن لما نجي نحلل، لما نجي الآن ندرس الأفلان ولا نتكلم على الأفلان، نتكلم بالمعطيات الموجودة. اليوم الأحد سيكون هناك لقاء للإخوة أعضاء اللجنة المركزية. لما تسمع الناس نحن مستمرون بين قوسين سيد خالدي نعم شكون وش تمثلوا الآن أنتم بصراحة؟ احنا نمثل اللجنة المركزية للمؤتمر التاسع، نحن الشرعية. اسمح لي وأقول سنجتمع وسننظر في المستجدات. ولهذا كان لابد علينا أن نلتزم الصمت طيلة أيام معناها عقد هذا المهرجان ولا أقول المؤتمر، وننتظر ما سينبثق عنه. فالآن نحن سنقوم بدراسة كل النتائج وسنتخذ القرار. هذا المؤتمر اللي كان فيه وزراء سيد خالدي، كان فيه وزراء، كان فيه الوزير الأول، الوزير الأول مع احترامي الوزير الأول واحترامي للطاقم الحكومي، أنا أتحدث عن من لهم الشرعية وهم أعضاء المؤتمر التاسع. لا الوزراء الآن أعضاء لجنة مركزية لا أعضاء لجنة مركزية المؤتمر التاسع. أنا قلت لك إحنا رانا 178 111 موقعين بالبصمة، عندنا بالبصمة إمضاء وبصمة، والفرق بين 111 و179 هم بالإمضاءات. الآن هذا احنا حقنا كأعضاء مركزية. الناس تقول سيد خالدي تتحدث الناس وش تقول؟ لا اسمح لي تتحدثون عن الحكومة. سيد خالدي أنا أقول لك الرأي، أقول لك كل ما يدور الآن، لأنه أنا نطلع نقول لك وش يقول الناس. الناس يقول لك أنه سعداني نجح، كانت كلام مش كلام، سعداني نجح وراه الآن أمين عام، هكا تقول الناس الآن سيد خالد، تقول لك سعداني الآن حطم أمام الأمر الواقع، راه أمين عام الأفلان، ناس كانت تتحدث وتقول سعداني ما سعداني، راه أمين عام الأفلان، دار مؤتمر عاشر، جمع يعني تقريبا 6300 من يرى أنه قد نجح فهذا فابني الله يعاونه،
لكن احنا عندنا امتدادات في القواعد. يعني اسمح لي رؤية رؤية المواطن سيد خالدي ما هيش رؤية اللي ستكون هناك مفاجآت من خلال إبراز معنى التجاوزات والانحرافات، وكذلك من أوتي بهم إلى هذا المؤتمر من خارج الحزب وكذلك من أحزاب أخرى الذين شاركوا، سيكون لنا ملف كامل إن شاء الله سنقدمه بهدوء وفي الوقت المناسب. وحزبنا نحن سوف لن نبدل جبهة التحرير، ما نبدلش حنا. هو إذا كان أنتم الآن معليش سيد خالدي خليني أقول لك هذه الأسماء: صالح جوجيل، عبد الكريم عبادة، نعم، عبد الرحمن بالعياط، محمد بوخلفة، عبد العزيز زياري، عمار تو، رشيد حروبية، رشيد بوكرزازة، محمد بورزام، محمد صغير قارة، والسيد الهادي خالدي، وحتى عبد العزيز بالخادم. الآن راكم خارج اللجنة المركزية. لا، نحن أقول لك نحن لسنا هذا فقط. تذكري في 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 ثلة، في ثلة أذكرت لك مجموعة ثلة من المركزيين. أقول أنا نقول لك اللي قاعد نتكلم على قائمة طويلة عريضة اللي رفضنا سلب حقوقنا. احنا عندنا مادة أساسية ونقوم في المادة هذه، ما نروحش أشياء أخرى. لن أتحدث عن أشياء أخرى، أتحدث فقط عن حقي كعضو مركزية في الإشراف على تحضير المؤتمر وفي الإشراف على انتخاب المندوبين في الولايات في القسمات وفي المحافظات. هذا ما لم يتم، وكذلك تنظيم اللقاءات الجهوية هذا ما لم يتم. وبالتالي إنسان يروح يصلي، يصلي 20 ركعة 100 ركعة بلاش وضوء، صلاتك باطلة، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. ولهذا أقول نحن كمركزيين الذين وقعوا، نحن من وقع الوثيقة. اسمح لي، ما نقولش تعاملوا مع معطيات واقعية سيد خالدي. لسنا ضد الأمين العام، نتكلموا. لا اسمح لي سيد خالدي، نتكلموا في إطار نضال سياسي ماهوش خارج السياسة. خارج الأطر السياسة يمكن بين قوسين واحد يركب راسه، أنا مانيش نتكلم بهذاك المنطلق. سيد خالدي تكلموا المنطلق أنه إنسان يمارس السياسة في أطرها. الآن تم مؤتمر عاشر، أنا مانيش من الأفلان، نتكلم لك بالناس كيفاش تشوف سيد خالدي. نتكلم أفواهنا ولن نسكت. نحن أصحاب حق الآن، وحقنا هذا مسلوب منذ أن قمنا بجمع التوقيعات ودرنا عدة محاولات، والمحاولات في لغة السياسة تسمى نضال. نحن حاولنا وسنودع أيضا الاحترازات تاعنا ورفضنا لدى الجهات المسؤولة، وأقصد بذلك وزارة الداخلية. طيب سيد خالدي قل لي فقط الآن، لما نتكلم بصراحة ما تشوفش أنه كيفاش نمشي؟ ومثلا الأفلان كيفاش يوضع حد كان فيه تقويميين يطالبوا برحيل بالخادم، بعد رحيل بالخادم كان من يتحدث على عدم شرعية سعداني، لكن حتى تنظم الأمور في الحزب تشوفش أنه سعداني مشى في هذا الطريق. سعداني ربما قطع طريق شوط كبير أنه نحى الفوضى الكبيرة في الحزب. الآن الأمور بدأت تتجه نحو الوضوح. الفوضى لم تكن هناك فوضى، وانما هناك نضال. لكن فيه صراعات سيد خالدي. الصراع الوحيد، انا عاود نرجع لك خلينا نفهمك. الصراع الوحيد نحن لم نطالب، لم نسعى الى، ليست لنا طموحات شخصيه. لا اقصد كنا نشوف صور، كنا نشوف صور مهينه سيد خالدي. كنا نشوف صور مهينه سيد خالدي بصراحه. كنا نشوف وزراء يتعاركوا. انا كنت وزير في الحكومه، ومع ذلك رفعت منها راية يعني المعارضة بالخادم وهو رئيس حكومة معايا، وفضلت أني نبقى ناضل في جبهة التحرير الوطني، وبقيت معناها تعاطف ونساند في الناس اللي وقفوا معايا في الانتخابات تاع 2007 اللي تهمشوا اللي تقصوا، وخيرت بين المنصب وبين النضال، ففضلت النضال في جبهة التحرير الوطني. معناتها نضالك في جبهة التحرير هو اللي خلاك تتخلى على الوزارة هكذا؟ لا أقول هذا، وإنما أقول أنني لو خيرت في ذلك الوقت لاخترت العمل للنضال. طيب نعود بعد الفاصل سيد خالدي، المخرج يقول لي نأخذ فاصل. مشاهدينا ابقوا معنا، نعود بعد هذا الفاصل. عودة مجددا مشاهدينا، نذكر بعنوان حلقتنا اليوم: عمار سعداني أمينا عاما للأفلان ومعارضوه في خبر كان، هذا ما تقوله الصحف. سيد خالدي الآن الكل يتساءل، أنتم الآن تمثلوا معارضو سعداني، سعداني حطكم أمام الأمر الواقع سيد خالدي بصراحة. نحن في خبر كان، لا بل نحن في خبر آت. في خبر آت، نعم، في فعل آت. لا لأنه ما ظهرتوش سيد خالدي، أنت ما تغضبش من هذا العنوان. العنوان يتكلم على الواقع سيد خالدي، فضل خضراحتك. لكن سيد خالدي الآن تكلموا، أنا والله نحب أن نكون واقعيين. أنا نتحدث معك بمرتاح بارتياح طف عليه، لأني يعلم الله أننا خدمنا في الحزب هذا. أنا رحت للواد
كمتصدر قائمة بلجيكا طبعا ما نصب، وغيري مشى قبلي مرتين جاب الباقي الأقوى. تقصد عمار سعداني؟ إيه أنا في الواد مشيت شفت طبعا ما قاعد. لا معلش شوف، فبالتالي اسمح لي أنا أتحدث، سيد خالدي حتى تتحدث بارتياح وأنا أتحدث وأنا أتحدث. اسمح لي سيد خالدي أقول لك نقطة، والله نقطة مهمة. صحيح يوم مثلا عمرتو حراوبية الهادي خالدي عفان الجيلاني مصطفى شرشالي، هؤلاء القامات، هناك قامات أقول لا أتحدث عن شخصي وإنما أتحدث عن القامات، الناس اللي داروا الثورة، الناس اللي خدموا اللي جاهدوا اللي كانوا رفقاء سلاح صلاح يحيى مازال هو الحاج عبد الله مازالوا في أعضاء في اللجنة المركزية، هم من أدخلوهم أقحموهم. وأنا أقول لك لدينا الوكالة بالتوقيع للسيد محمد صلاح يحيى أطال الله عمره، وأتحداهم أقول القائمة التي لدينا هي بالبصمات. أنا سيد خالدي ما أقول اسمح وشرف لي وشرف للهادي خالدي أن يكون اسمه ضمن اسم هؤلاء القامات. طيب. اسمح لي سيد خالدي يدافعون على مبادئ وعلى مبادئ المعارضه، معارضو سعداني في خبر كان معناها نتكلم على الواقع. لا سيد، احنا في نحن في فعليات، في فعل الآت تتكلم عن المستقبل. طيب احنا لما نجموش الان نناقشوا امور في الحزب مستقبليه، نتامل. انا حبيت نتكلم على الواقع اليوم. معليش سيد خالدي اسمح لي والله تسمح لي ولا غير نقول تفضل. الان تم نحن ما نتمنى جبهة التحرير الوطني أنها تتألق، وأن عقيدة جبهة التحرير الوطني بعدها الاجتماعي وبعدها يعني في أفكارها وفي الدكتور نتاعها في العقيدة. طيب. تبقى يعني راسخة قطعة النظام. طيب أما أنك تحول جبهة التحرير الوطني إلى معناها بورصة، وتحولها إلى معناها ليبرالية متوحشة، وتحولها إلى لا أقول فاسد ما فاسد، أنا أقول إلى أرباب مال، هذه غير مقبولة. طيب قل لي هذه النقطة سيد خالدي. سمعت جبهة التحرير الوطني فيها كل الأطياف. طيب قل لي في هذه النقطة، جاوبني في هذه النقطة سيد خالدي. اللي داخل الأفلان يفهم هذه الأمور، أنه فيه معارضين سعداني وفيه لجنة مركزية وفيه مثل هذه الأمور. أنا نتكلم لك على الباقي، الناس اللي راهي تشاهد فينا وتشاهد القنوات الإعلامية الجزائرية تشوف مؤتمر عاشر الأفلان في 6300 مندوب سيد خالدي. ما نقولش 6300 شخص معناتها كلهم شراوهم، 6300 مندوب فيه 489. أنا تكلم لي أمام هذا الواقع، أنتم كمعارضين لسعداني أمام هذا الواقع الآن راكم في خبر كان أمام هذا الواقع، ما تقوليش الآن وشنه وش حد يديره سيد خالدي. نحن كأعضاء مركزية نحمل الأمين العام مسؤولية فهمتي الدوس على القانون الأساسي والنظام الداخلي في إشراك اللجنة المركزية التي هي اللجنة الوطنية تحضير المؤتمر في الإشراف على اختيار المندوبين، وكذلك طيب في النقطة وكذلك أعداد الوثائق واللوائح. أعضاء اللجنة المركزية لم تكن هناك يعني مشاركة في تحضير المؤتمر، لأنه سعداني قالها في الدورة الأخيرة للجنة المركزية الأوراسي التي شارك فيها عبد الكريم عبادة ومجموعة التقويمية وقاطعها عبد الرحمن بن عياط وبالخادم، قال سنشرك الجميع. طيب في عدد المؤتمر قال سننقل مشاكل، سننقل المشاكل، مشاكل الخلافات سننقلها إلى المؤتمر، وقال أيضا سنحارب الفساد، وقال أيضا سأترك للجنة المركزية كل الصلاحيات التي يعطيها لها القانون الأساسي والنظام الداخلي في الإشراف على اختيار المندوبين وكذلك. طيب سيد خالدي الحل الآن كيف؟ هل هذا تم؟ ما طيب الحل الآن؟ حابين نشوفوا حزب الأفلام ما فيش صراعات ما فيش؟ أقول لك نناظر بالطرق التي يعطيها يخولها لنا القانون، وهي أننا نعد الملف، أننا سنكلف القواعد في إظهار كل التجاوزات الذين شاركوا الذين دخلوا اللجنة المركزية وهم ليسوا من جبهة التحرير الوطني. ربما كاين ناس تم إعادتهم في اللجنة المركزية. معليش احنا في عمل، انا اقول لك هذا وجهة نظر خاص، لاني لا اريد ان اشوش على الاخوان، والاخوان سيجتمعون اليوم، اقول اليوم سيجتمعون مش في صالون وانما في مكان معلوم، الدولة تعرف المكان وين جاي، السلطة المحلية تعرف المكان وين جاي في الأميال. أنا أقول صالون سيد خالدي، أنا أقول لك خليني أكمل كصحفي اسمح لي. إيه كإعلامي لفظ صالون ماذا نقصد به؟ لما نقول صالون كل شيء يتم خارج الإطار المتعارف عليه. هذا هو مش نقول حتى تحضير المؤتمر تم إذا كنت هذا هو التعريف تاعك، وأنا أستاذ على كل حال وأعطي للمفاهيم والمصالحات يعني موقعها.
صالون نقصد بانتوما المعارضة. إما المؤتمر العاشر تحضر في الصالون إذا كان هذا هو التعريف الصالون. مؤتمر العاشر تحضر في الصالون. تحضر في الصالون نعم. نتحداهم المكتب السياسي. والله الأعظم المكتب السياسي الزملاء وأصدقاء يعني يستغربون يقول كيفاش إحنا ما على بالناش. يسمعون بقرارات من خارج اللجنة المركزية لبعض القرارات. فهذه الأمور الخطيرة. وأقول حتى 505 وحتى قضية أنه تنقص الدورات تاع اللجنة المركزية إلى دورة واحدة في السنة أنه معناها الذين فبركوا هذا المؤتمر وهو السي سعداني يريد فقط أن يعني يملك العنوان. لماذا تم انت تقول فبركه سيد خالد؟ معليش هذه النقطه يحوس على العنوان جبهه الاتحاد الوطني في هذه النقطه قلت فبركه لماذا في المراحل المقبله سيد خالد في رايك انت تقول تمت فبركه هذا المؤتمر الان لماذا في رايك فيه مرحله مقبله رمي حضروا لها في احنا شوف هذا ما لا استطيع الخوض فيه الان لانه فيه الاخوه راح نجتمعوا راح ندرس كل الجوانب كما ذكرت لكم في بي 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 في جو هادي فبني جو مسؤول وستكون هناك ندوة صحفية. طيب الصحف كانت قالت سيد خالد ندوة صحفية سوف ينشطها كما تعلمون يعني أكبر سن وهو سي صالح لا سي صالح محمد صالح جوجيل ولا ينشط سينشط هذه الندوة. طيب وسيكون هناك يعني إعطاء كل يعني ما يتعلق بالمؤتمر العاشر وكذلك بموقف هذه المجموعة خالدي قل التي قاطعت حضورها المؤتمر. طيب الصحف كانت قالت أمس واليوم أن السلطة تعيد ترتيب أوراقها. أين أنتم من هذه المعادلة سيد خالدي؟ السلطة هذا تعيد ترتيب أوراقها معناها ما يحدث في بيت الأفلان وسيحدث في بيت الأرن دي هي ترتيب لأوراق السلطة. لما نقول السلطة نقول الأفلان ونقول الأرن دي. الأفلان هو حزب سياسي يمارس السلطة. هذا قصدي قلت لك حزب السلطة. نعم نمارس السلطة لأننا أصحاب أغلبية وهذا قصدي. الآن السلطة يترتب في أوراقها أغلبية. أنتم الآن خلافنا سيد خالدي أين أنتم في المعادلة هذه؟ خلافنا اليوم مع الأمين العام ومع من قاموا بفبركة هذا المؤتمر هو دفاعا عن هذه المكانة. أي أننا نخشى سيد خالدي أنتم ما خرجتوش لا اسمح لي معليش في نقطة قادمة نخشى أننا في المحطات القادمة سنفقد هذه الأولوية. طيب سيد خالدي أنت ما جاوبتيش على سؤالي نصيغ لك سؤال بطريقة أخرى. أقصد لما السلطة في حد ذاتها تحب تخرج من حالة الفوضى لنفترض أنه في فترة ما معينة ربما 2013 و2012 و2014 أحزاب السلطة كانت تعيش حالة من التلملم من الفوضى من أمور مثل هذه. الآن لما تحب تخرج السلطة هو ما دخلتوش في هذا الركب أنه تخرجوا الحزب من الفوضى تخرجوا المؤسسات السياسية من هذه الفوضى معناتها بقيتوا دائما في هذاك الشد والمد والجزر المد والجزر. جاء سعداني وضحد مشى دار المؤتمر العاشر معناتها سعداني راهو راكب في هذا في هذه القاطره ان نلقاو حل المؤسسات السياسيه. سيد خالدي هذا امر خطير اذا كان الحزب ايضا يعني يحرك بايدي خفيه. هذه خطيره. احنا ماشي ايدي خفيه نقصد لك سلطه سياسيه. سيد خالدي ما هي السلطه السياسيه الاحزاب هي السلطه. انتم الافلان سلطه سياسيه. احنا الان رانا القوه الاولى في الجزائر نملك في المجلس الشعبي الوطني الاغلبيه نملك ايضا في المجلس الامه ايضا الاغلبيه ونملك ايضا المجلس الولائيه الاغلبيه المجلس المنتخب المحليه فبالتالي نحن نمارس الحكم الان. طيب انتم كنتم تمشوا حتى نختم فقط السيد خالدي كنتم تمشوا في هذا الركب انه الان لازم وضع حد لحالات الفوضى السابقه معناتها البلاد عاود اللي اصطادت واللي كان نحن سنبقى ننظر حتى لو كانت تبقى نظلت على 5 سنوات. لا اقصد تمشيتوا في هذا الركب انه توضعوا حاله الاستقرار سيد خالدي ما تبقاوش تقولوا لنا نظال واحنا نشوفوا بعيد عن الفوضى. سنناضل. طيب سيد خالدي خلينا من هذا سنناضل. طيب حتى وان دام نضالنا 5 سنوات واقول ايضا هذه اطمئن ايضا المناضلين في القواعد سوف لن نحيد عن جبهه التحرير. طيب خلينا ننتقل الى التصريحات الاخيره. ما نشرح الاحزاب اخرى. طيب باختصار سيد خالدي من مواطن جبهه التحرير الوطني حتى لو كان الخوف في ديارنا الوقت انتهى. سيد خالدي ننتقل الى تصريحات الوزير الاول اللي قال انه الجزائر مقبله على سنين عجاف او مرحله صعبه اقتصاديا وتصريحات ميزه حنون اللي قالت انه تقريبا رانا رايحين حتى ما يحدثناش واش راه يحدث في اليونان المشاكل الاجتماعيه الكبيره. واش رايك سيد خالدي في هذه النقطه بالذات ارتفاع انخفاض في هذا البلاطو بالذات تكلمنا على القضيه صح وقلت لابد من الابتعاد على او تقليص الانفاق العام
والتوجه إلى الاستثمار، وقلنا لابد من الترشيد. اليوم الحكومة مدام اعتراف الوزير الأول على أننا مقبلون على سنة عجل، فأقول هذه السنة نقبس بإمكان الحكومة أن تتخطاها. كيف تتخطاها؟ أنه لابد من وضع برنامج أقول لتسيير الأزمة. أنا عندي أفكار في هذا الموضوع، أقول هذا البرنامج لتسيير الأزمة يجب أن يعرض وأن تحدد الأهداف تاعه. طيب لماذا الوزارة حدثت الأمر باليونان سيد خالدي؟ شوف في الاقتصاد دائما هي لربما هناك من له نظرة تشاؤمية، من حقها، لأنه إذا كان خفضنا فعلا قيمة الدينار مثل ما قال وزير المالية تصريح، يعني إذا كان خفضنا هذه راح تكون أيضا إضعاف القدرة الشرائية. طيب انت كنت في الحكومه بصراحه سيد خالدي، كيفاش يتجرأ وزير ماليه نقولوها بصراحه في لحظات حرجه مهمه جدا انه يقول احنا نخفض الدينار الجزائري؟ والله ما قضيه تخفيض الدينار، كان معنا وزير التجاره في ذاك الوقت بكره وقال لما اظن، وكان قد اقترح رفع قيمه الدينار. ففي الاقتصاد هناك نظرات، يعني هناك وجهه نظر للتخفيض وله خلفياته، وهناك وجهة نظر معناها استقرار، معناها محافظة على استقرار العملة فيما هي عليه، وهناك من يرى إعادة تقييم العملة أو رفع قيمتها. ولكن أقول الارتجال في هذه المرحلة بالذات خطير، يجب أن نبتعد عن الارتجال، نبتعد عن الأحكام القيمية، وأقول أنه لابد على الحكومة أن تضع برنامج محكم لتسيير الأزمة، وتعرض هذا البرنامج إن أمكن سواء تحت قبة البرلمان لمناقشته، أو تعرضه في ندوة، وطنية. طيب. وطنية قال هاي الأهداف، لأن المدة نتاع احنا مرتبطين بالبترول، ويجب أن نبحث عن تسهيل الأزمة خارج الإطار. سيد خالدي شكرا جزيلا لك لحضورك معنا. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم عيد الأمهات. تحية لكل أمهات الجزائر سيد خالدي. الوالدة الله يرحمها، ولكن نحيي كل أمهات. يلا نحيي كل أمهات، ولا تحية خالصة إلى أمي الغالية والحبيبة والعزيزة. بطول عمرها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد خالدي. ألف تحية لكل أمهات الجزائر وبالخصوص لأمي. وإلى هنا إلى نهاية عدد اليوم من قهوة وجرنان. اليوم إن شاء الله أفضل من الأمس، ولغد أفضل إن شاء الله في الجزائر. ودائما أدعو ربي على رجلنا.